من جد تحيتنا لكم أصدقائنا المشاهدين، على أمل تكونوا عم بتتابعوا معنا أوقات حلوة ضمن يومنا الجديد. محطتنا هلأ رح تكون مع كريستينا حاموش، اختصاصية في علم النفس والإرشاد المدرسي. كريستينا صباح الخير. صباح الخير سحر، صباح الخير لكل الأشخاص اللي عم بيشاهدونا. صراحة يعني قد ما واحد يحكي اليوم بأي موضوع ما فينا نمحي اللي عم بيصير من ذاكرتنا ومن قلبنا. أنا بليز بحب وجه تحية لكل أهالي الشهداء، والله يرحم شهدائهم ويصبرون ويعطيهم القوة والإيمان. وفي جملة كتير حبيتها من طبيب جراح عيون، أنا ما بعرفه شخصياً بس شفته على فيسبوك امبارح، قلت لازم نزل شيء على صفحتي كمعالجه نفسيه. ما لقيت نزل غير صوره جمله حضرته قايلها انه نحن جزء كان هو عم بيعالج كل شخص كانه جزء من لبنان. صح. فنحن بدي اقول له لانه نحن جزء من لبنان، وبدي اقول لكل اشخاص، في كثير اشخاص بيقولوا عم بيكملوا حياتهم عاديه، لا حياتنا مش عاديه عم بتكمل، بس لانه نحن جزء من كل لبنان بنحاول نقدم قد ما فينا الدعم النفسي والمساعدة. ومن عبر كمان عبر شاشة الاو تي في، أنا مستعدة أقدم دعم نفسي فور فري لكل شخص بحاجة من وراء هالأزمة. شكرا لك يا كريستينا، لطالما هيك كان عندك فعلا هالنفحة الإنسانية، بتحبي تساعدي بتحبي تعطي. أنا بوجه لك تحية، وتحية مرسي كمان للدكتور يلي افتتحنا فيه اليوم الصبح زميلتي مي وأنا، لأنه عن جد شيء بكبر القلب. موضوعنا اليوم أسباب الخمول والبطء عند الأطفال، كيفية التخلص من هالموضوع. هيدا ليه بعض الأطفال بيكون عندهم خمول يا كريستينا وبطء؟ ولكن قبل خلينا نعرف تيفهموا علينا أكثر أصدقائنا المشاهدين، شو يعني خمول وبطء؟ الخمول هو مرتبط بالكسل، مرتبط بالبطء. يعني ما فينا نقول طفل بطيء، ما نقول أنه كلمة كسول، ما نقول أنه هو عنده خمول. البطء أو الكسل هو مثل عادة الولد بيعيشها بحياته اليومية، ناتجة عن كذا أسباب أكيد حنحكي عنهم، بس بتحس انه ما عنده ولا نشاط ذهني ولا نشاط بدني انه هو قادر مستعد انه يقوم فيه. دائما بيكون في اتكاليه، ودائما بيكون في شعور بالتعب، التعب الجسدي والتعب النفسي والتعب الذهني. طيب خلينا نروح كريستينا نحن وياك الى الاسباب. نعم. شو هي الاسباب يلي بتخلي هالطفل يكون عنده هيدا التعب النفسي والجسدي؟ نعم. ما يكون قلش لازم يعمل شيء، بتحسي في كثير ديكالاج بينه وبين يمكن جارك يلي صح، يلي بذات العمر يلي بذات الظروف. اول شيء سحر ما نستثني انه في مالادي كرونيك، يعني اشياء طبيه مزمنه، ما نستثني هيدا الشيء. مش غلط انه نحن نعمل بيلان ميديكال للاطفال قبل ما يجوا عند معالج نفسي، يطلبوا منهم المدارس بيلان بسيكولوجيك. لازم كل مدرسه كمان يكون عندها بيلان ميديكال كل سنه بسنته لكل طفل لنشوف نموه، إذا كان عم ينمى بشكل صحيح سليم، إذا كان في خلل بالهرمونات عنده أو بالغذاء. أول شيء دغري نحن بدنا نطمن بالنا، بنرجع بننتقل للشق النفسي. بتلاحظي سحر الأطفال اللي عندهم خمول وكسل، أول سبب لهم نظام الغذاء السيء المتبع. كمان حطيت كل مرة بوست على صفحتي مثل إسكارجو، دائما بشبهوا الولد البطيء بالإسكارجو، وفي كثير دراسات بتقول انه الاسكارجو بتتغذى بشكل كثير مش بشكل صحي، ما بتاخذ كل الغذاء الكامل، مشان هيك هي بطيئه. فانا بدي اقول للاهل بليز كمان نبعد اكثر ما فينا عن الامور. مثلا كثار من الاطفال بيعذبوا اهلهم بالاكل، مش غلط انه نحن نخترع لهم شيء حافز لياكل هيدا الطفل، مثل نحضر لهم شيء على صعيد اشكال. كمان مره في حدا عم ينتقد ام منزله على يوتيوب فيديو عم تعمل لابنها، عم بيقولوا ما اروقها وما افضى بالها. انا ما بحب هيدا النقد الجارح، يمكن ما بتعرفوا الام هي قد ايه ابنها عم بيعذبها. اخترعت اشكال لتحط له باللانش بوكس ليقدر هيك يكون عنده حافز انه ياكل. فينا نحن نتبع هيدي الطريقه، مش غلط انه نستشير دايتيشن كمان كرمال ابننا. اذا كان هو كمان معرض انه للسمنه، كمان السمنه من الاسباب تخلي الولد يكون كسول، لانه اكيد لما الولد يكون كسول على صعيد بدني اكيد حيكون كمان كسول على صعيد عقلي. ليه؟ لانه الولد الكسول
على صعيد بدني هيدا الشيء كمان دايما ما بيكون في عنده حافز انه يكمل بحياته، بفضل النوم والراحة. كمان تاني سبب للكسل والخمول عند الأطفال كترة هلأ غنج الأهل الزايد، وبالأخص هلأ بهالأوضاع نحن عم نقطع فيها، أحيانا الأولاد بيصيروا أكتر كسولين، ميالين أكتر للغنج الزايد، يعني مثلا بخاف يفوت على المطبخ يجيب كباية مي، بيطلب من أمه تجيب، بصير هيدي العادة أكتر تتفاقم، والأهل هلأ بظل هيدي الظروف بصير لا، لأنه ما هو حق عم بخاف، لا كمان يعني لو شو ما صار نحن بحياتنا لازم نعود الولد أن يكون عنده استقلالية ذاتية. قدي نعم. عم تحكي كتير مهمة كريستينا، بس هو بدي أعرج على مربى الأهل، قدي مربى الأهل له تأثير سلبي أحيانا. يعني هلأ عطاتي أكزامبل يمكن كتير مارق معنا، أنه جيبي لي مام كباية مي بتقومي بتجيبي له، عملي لي تارتين هو بيكون صار فيه يقوم، تعملي جيبي لي كذا، لا أنت نحن منعوده على التكاسل من خلال نحن تصرفاتنا معه. قد ايه اوقات الاهل ما بيعرفوا بهذا الموضوع؟ بتعرفي ليه سحار؟ لانه الاهل حاطين شيء براسه، نحن كاهل لازم ننجز كل المهام المنزليه اللي لازم نعملها. صحيح. مش غلط لما الولد يكبر كمان بتكون العائله عائله مشاركه، يعني انا هي في تشارك في تضامن مع بعض، يعني انا كاهل بدي احط فكره براسي انه انا لو انا امه لو انا بيه، بس هو كمان لازم يساعدني على قد قدراته، عقد قدراته العقلية، عقد قدراته البدنية، كمان نحن هالنقطة ما نركز عليها. قدي أوقات بيجبرنا المحيط نعامل ولدنا بطريقة نحن ما بدنا نعامله فيها كريستينا، يعني بمعنى أنه ما تعمل هيك، لا ما عليه تيتا وجده بيخلوه يعمل كل شيء، فبيصير يجي لعندي على البيت يعمل كل شيء. قدي نحن أوقات الجو هو العيلة الأنتوراج تبعنا بيحكم علينا تربية معينة نحن ما بنحبها وما بنفضلها لأولادنا كمان. قلت شيء كتير مهم سحار، لما يصير في تدخل من جنراسيون ثالثة، يعني هن التيتا وجده بتحس هيدا الشيء بصير الولد يعمل كومباريزون، مع انه تيتا وجده لما كانوا اهل كانوا قاسيين جدا اكثر من الاهل. هلا بتحس اكيد الولد بده يعمل هالكومباريزون. انا بطلب من الاهل، يعني الاهل مش تيتا وجده، الاهل الفعليين للطفل، انه مش غلط انه احنا اوقات نقول لتيتا وجده انه يتنحوا بمهام معينه، هن عليهم بس يقدموا لهم الحب والحنان والسبور، بس ما يتدخلوا ابدا بشيء خاصه بالتربيه. يعني طالما الام عم تعطي ريمارك للطفل، بليز تيتا وجده يتنحوا على جنب ما يتدخلوا. ليه؟ لانه الولد كثير ذكي عاطفيا، بصير يعرف انه لا هن اكبر من ماما وبابا، يعني هن اكثر لهم سلطه، لك هن كيف عم بمرقوا لي امور معينه، بصير الولد بده يجرب كمان يعلى على اهله. 100%. شو بعض الاخطاء اللي فينا نحكي عنها كريستينا كمان اللي بيمارسوها الاهل مع اولادهم بدون علمهم ليطلع هالولد كسول وخمول وما له جلاده يعمل شيء، علما انه اللي عم تحكيه كتير بيضايق؟ يعني تخيلي أنت تشوفي طفل قدامك يلي هو لازم يكون رمز الحركة والطلعات والناس، تلاقيه قاعد هيك ما بيعمل شيء، خمول ومتكاسل، أنت تتوجع عليه من جوا، يعني بتقولي حرام ليه هيك؟ بدي أقول لك سحر كمان في شغلة، أنه الأهل ما بيعطون حافز لأبنائهم ليتقدموا. بمعنى مربوطة بالسبب اللي قلته كمان، أنه لما الأم تلبي رغبة الولد بكل شيء، لما عم يبكي جيب له هي ألعاب، كمان إكساب الألعاب بخلي الولد ما يكون عنده موتيفاسيون أنه أنا بدي اخترع شيء. يعني جربوا يعطون شيء كتير بسيط، كرتونة، مقص، يعطون ألوان بانتور، وخلي الولد هو يخترع يعمر بيت بالكرتونة. صحيح. يعني كمان كترة الإكساب بالألعاب بتخلي الولد ما يكون عنده حافز بالحياة. صح. في كمان نشتغل كمان على اللانجاج تبعنا، لانجاج مورال كأهل، إنه نحن أنا بدي أدعمه على صعيد نفسي، مثلا كسلان مش ضروري ضل قله أنت كسلان، بضل كل حياته حاطط براسه إنه أنا كسلان، أنا ما قلي جلادي أعمل شيء. يعني كمان نحن كأهل ما ننتبه لللانجاج اللي عم نعطيهم، فينا كمان دائما نعطيهم التريكومبانس لكل عمل بيقوموا فيه، مثل مكافأة. ايه. مكافأة، ونبعد قد ما فينا كمان عن أسلوب الترهيب. كتار من الأهل إذا ما بتعمل هيك أنا ببطل حبك، أنا ما بعود جيب لك كادويات. نجرب دائما كمان ننظر للشق الإيجابي، إن شاء الله يكون جدا شيء بسيط، تنقول فات الولد غسل إيديه، يعني أعمال بسيطة نعطيهم دعم لأبنائنا تنرجع نردهم على شو بيقولوا السكة الصحيحة السليمة. وننتبه، يعني في كتار من الأهل أوقات
بيطنشوا كمان التطنيش على سلوك الطفل. هلا بفوت على المدرسه بيتغير، ما فينا ننطر بس المدرسه ليتغير سلوكه، حيكون مثل بالبيت مثل المدرسه. بس في شغله قلتيها كريستينا، قلت التعويض، يعني انا عوده مثلا اذا عملت هيدي الشغله بيطلع لك هيك، اذا عملت هيدي الشغله بدي اجيب لك هيدي الكادو. عن كبر ما بيصير ما بيعمل شيء الا ما تعطيه مقابل، هيدي ما بتضايقه شوي عن كبر؟ لا لك شغله، انا ما بعمل شغلي الا ما تعطوني شيء قبل، والله انا اذا وصل لي شيء بعمل شغلي، مش وصل لي شيء ما بعمل. لا لك شغله سحر كمان عم تقولي كثير مهم، بس دغري في شو بيقولوا في رد لدغري للموضوع. انا بعوده من هو صغير مثل ما قلت الحافز، من هو صغير بيتعود يتلقى من الاخرين من الزون اللي بروش اهله، بفوت على المدرسه حيتلقى من المعلمه، من بعدها هو حيصير في مثل كيف بيعمل اوتو ايفالياسيون، حيصير هو يتلقى تقليم من حاله. حيصير ما انا كيف بدي اوصل له السعاده انه هو عم يعمل شيء منيح؟ بدي انا كاهل مثل انا ميروار له، بدي هو يتلقى مني لبعدين يصير تطلع هو من ذاته هيدا الشيء. فانا اذا انا على صغر ما بدي ادعمه، ما بعود هو يقدر يدعم حاله نفسيا. بنلاحظ سحر الاهالي دائما الداعمين ابنائهم نفسيا ودائما بيعطون كومبليمون، بيصير الولد مرتاح مع حاله، بيكبر على كبر انا بيتذكر الدعم تبع اهله باللاوعي تبعه، بصير يطلع هيدا الشيء من ذاته. صحيح 100%. كيف فينا نحن نتعامل او نعالج بين هلالين، صبي مصاب او بنت مصابه بالخمول بالكسل، ما قالها جلدي تعمل شيء، دائما عايشه بترقب ناطره؟ اول شغله سحر ما نتوقف على الاسباب، اسباب ليه هيدا الشيء عم يعمل كسل او عم يعمل خمول. هل هو ناتج من نحن كتربيتنا كاهل؟ اذا ناتج من تربيتنا كاهل مش غلط ابدا ان نحن نستشير اخصائيين او نغير بروتيننا اليومي. اوكي، ثاني شغله لازم نتبع روتين معين لهيدا الولد، يعني انا ما في اتركه بحريته، ما في اتركه، لازم يعرف انه هلا الوقت لترم انه الوعي، لانه الاشخاص الكسولين عاده بيطولوا ليوعوا، يعني قد ما توعيهم. اذا كنت كثير هيك قواعد وقوانين كريستينا، ما ممكن كمان يحس انه في كثير كنترول عليه ولا لازم يكون؟ سحر ما من ضمن الروتين اللي حنعمله بنعطيهم نحن اسباس من الحريه، هو يعمل تشويسز، اذا بده يرتاح بده يعمل، بس نحن لازم روتينه دائما نمليه، حياته اليوميه دائما نمليها سحر، اوكي؟ يعني نخليه يمارس نشاطات معينه مثل نشاطات على صعيد سبور، نشاطات على صعيد مثل نخليه هو يفجر مواهبه ليرتاح نفسيا. اوكي، شو كمان فينا كمان نشتغل؟ كمان يعني فينا ننتبه مثل ما ذكرت انه لنظامه الغذائي، نبعد كمان عن امور معينه، يمكن الاشخاص اللي بيعانوا من قصه كسل زايد، يمكن بيعانوا كمان من سمنه زايده، مش غلط انه نحولهم على اخصائيين تغذيه، كمان نرشدهم على امور معينه. بس حتى من عمر صغير؟ اكيد عن عمر صغير. يعني اذا يعاني من السمنه الزايده ممكن يكون عم نحكي نحن 3 سنين 4 سنين؟ اكيد سحر، لانه حتى في اطفال من عمر سنتين اذا بحس الحكيم عندهم وزن زايد بتعيق حركتهم اليوميه، بصير اكثر كسولين، بطلوا عندهم هيدي الحركه والنشاط. كل ما بلشنا على صغر نتدخل بشكل مبكر، كل ما نحن قدرنا نحصل على طفل نحن ما عم نسعى للمثاليه. صحيح. ما بدنا، انا وين عم بحكي، انا مش قصه مثاليه، اكيد الطفل بيطلع على باله تنقول ياكل شوكولا او ياكل شيبس، بس كمان بده يكون في اكليبر، يعني حتى الاختصاصيين بالتغذيه اللي عم يسمعونا حيقولوا ما حق باللي عم بحكيه، يعني بده يكون في اكليبر. لاحظ اذا واحد راح عند دايتيشن ما بتحرمه من كل شيء، دائما بتقول له لا انا بدك تجرب تخفف هون تعلي هون، حسب هو كمان شو بيتطلب جسمه. فكمان ما ننسى كمان ولاده مولود جديد كمان من الاسباب اللي ممكن تاثر على الطفل، وكيف طرق العلاج. انه احنا كاهل غلط نقول انه انت كبير وانت كبير صرت وشايف هو بعده صغير وفي مولود صغير، انت صغير كمان مش غلط انه نقول له انت صغير بس انت بتفهم انت اوعى. إيه؟ يعني كمان ليه بدي حامله مسؤوليه انت كبير؟ بصير اكثر هو يقلد الطفل وينام مثله ويعمل قصص مثله. ونحن بنعرف قد ايه بصير في غيره لما بيكون في بيبي وبيجي بيبي جديد، فبصير عشوائي رح يضربه يعني. اكيد قد الغيره، ونحن بنصير بدل ما نخفف الامور بنصير نزيد عليه. اكيد، وبيظل هلا الوضع اللي نحن عم نقطعه في كثار من الاولاد بيعانوا من احباط. فكمان الاحباط والقلق والتوتر بخلي الطفل بحاله جمود،
وهالحالة جمود بتولد بعدين كسل. يعني أنا كأهل بدي أجرب قد ما فيني راقب طفلي وكون حده، ما التهب شغلي وما التهب بالأخبار كتير، لأنه كمان هيدا الشيء بشكل كمان خطر على طفلي. يعني هلأ كتار من الأهل بتحسيهم موترين، موترين الأخبار على أعصابهم. مش غلط كمان أن احنا نتابع شو عم بيصير ونترقب، بس كمان ما فينا نستثني طفلنا الموجود قدامنا اللي عم بيعاني من هالحالة التوتر والقلق. 100%. كريستينا، قد ايه لازم يكون في وحدة حال بالتربية بين البيت والمدرسة؟ يعني أوقات البيت بيكون عم بيربي صح، بيروح الطفل على المدرسة ما بيتلقى ذات المعاملة، أو بالعكس بيروح على المدرسة في قوانين، في أمور بده، بيجي على البيت شو ما بدك أعمل، فز نوت، ساعة اللي بدك بتاكل، ساعة اللي بدك تنام، ما في قوانين. مزبوط. فبيصير عنده ضياع، يعني مش عارف على أي خط بده يمشي. مزبوط. مشان هيك نحن بنقول بده يكون في ترافاي ملتي ديسيبلينار. يعني التربية بكتار من الأمات بنشوف أول مع بداية المدارس بحطوا صورة إنه يي خاي هن ارتاحوا مرتاحين، في كتار صور بتحس هيك هلا أنا بشوفها. إيه بس عن جد شو بشع، يعني كثير بشع، كأنه مش مصدقين إنه ابنهم يروح على المدرسة. قد ما المرة، يعني قد ما الأم، وأنا بعرف قديش الأم بتتعذب بالتربية وبتتعب، تخيلي بعدين هيدي الصورة يشوفها ابنها أو بنتها بعدين إنه إيه راحوا على المدرسة وريحونا. صعب كثير، يعني كأنه بس إنه حطيناهم بالمدرسة إنه مسؤولية المعلمة. لا، التربية ولا مرة اقتصرت بس انه على المدرسه، انتم كمان مجبورين بالبيت كمان انتم تلبوا رغبات الولد. صحيح. تسمعوا له، يكون في تنسيق معكم ومع المعلمه. مش غلط انه بتلاحظ انه دائما عن عمر صغير بالصفوف الماترنال بتحس بتكون التربيه اكثر متابعه. كل ما يكبر الولد كل ما خفت التربيه عند الاهل. هون بدنا ننتبه انه لا، انه هو صار كبير ما عليه، هو بخبرنا. يمكن الولد ما يجي يخبركم اذا انتم ما سالتوه او ما سالتوا المعلمه. مش غلط. وكثير بهم كمان الاساتذه. انا كنت مربيه ومن قبل وكنت أعرف أنه لما دايما الأهل يسألوا عن ولدهم أنا بصير أكتر ركز على الولد. أكيد. باللاوعي، لأنه لا، في أهل متابعين. مش أنه نحن ما عم نعمل مثل كومباريزون أو نفرق، بس كل ما نحن تبعنا أولادنا وكل ما كنا نحن حد المعلمة ونسألها كيف تقدمه وكيف صار، أكيد مش بشكل إزعاج. أكيد. بتحس المعلمة بصير تعطي أكتر لهذا الطفل. 100%. كريستينا، بتوصلي لكا بتقولي هيدي كا كتير صعبة ما بقدر صلحها، وقديه مهم استباقية الموضوع. يعني بس الواحد يحس انه ابنه او بنته مش ماشيين صح او ما عم بيقدر يعمل كنترول بين هلالين، كنترول معقول. نعم. عليهم يلجأ لمتابع. مش غلط. أكيد. يعني احنا بعدنا الحديث هالسنة بيوجعنا شيء بجسمنا بنروح بنتعالج، بتوجعنا شيء بنفسيتنا او بنشوف مثلا اولادنا مش ظابطه معه، لا عيب، بيقولوا عنا مجانين. طيب مثل ما بنعالج الجسد بدنا نعالج مزبوط. الروح. مزبوط. سحر، اول شيء ولا مره كا بيكون مستصعب على معالج نفسي فعلا عنده ايمان داخلي بحاله وبربه وبشغله وبالابتكار تبعه. يعني احنا اوكي بندرس بالجامعه وبنعمل دراسات عليا وبنحضر دكتوراه ويمكن نوصل نصير بروفيسور لاعلى شيء، بس كمان بدنا نحط شغله نحن كمعالجين كمان في روح من جوا بشخصيتنا بتقلنا انه نحن ما نعطي ونكون سبيسيال. مشان هيك بيفرق معالج عن معالج. مشان هيك بتلاقي في اشخاص بتتقدم، في اشخاص بتكون نفس السنه الدراسيه، في اشخاص بتتقدم، في اشخاص بتضلها محلها لانه ما في ايمان داخلي نابع من جواتهم. واكيد انا بحب اوجه لاهلي الدعم الدايم والثقه الكامله. لما الاهل دائما بيعطوا ثقه لابنائهم وثقه، مثلا انا هلا طالعه معك مثلا، اول شيء بحب اوجه لبيي تحيه ولامي بقول لي مثلا شو بدك تحكي. يعني دائما قد ايه انا هلا بطلع وبحكي، بس دائما اهلي دائما داعمين لالي. يعني قد ايه نحن كمان بالتربيه دعم الاهل اساسي لالنا. ولا كا بتستصعب علي الا اذا ما كانت باختصاصي. يعني انا في كايات بيجوا لعندي بقول لا نحن ما نحولهم عند طبيب مختص، عند بسيكياتر. اذا كان في شيء معين، اذا كان خصوصا واصلين الاطفال لمرحله السويسيد، هون نحن كمان ما نحول لبسيكياتر. او اذا كان في اطفال فعلا بيعانوا من توحد، نشتغل نحن مع البسيكياتر اون كومان. هن بيعطوا اكيد بيوصفوا دواء للاطفال
الأطفال ونحن كمان بشغلنا الذاتي منتعامل معهم. كيف تقدروا تتصرفوا مع طفل مصاب بالخمول وبالكسل وأهله عم بيغزولوا هيدا الموضوع وممكن يكونوا نرجسية أو عنده مشكلة نفسية؟ لأنه في كتير أهالي أنه بالنسبة لأنه نحن ما بنغلط أبدا بالمربى، ونحن أكيد أهلنا غلطوا معنا بالمربى ونحن بنغلط مع أولادنا، وأولادنا رح يغلطوا مع أولادهم، ما في حدا بيرفكت بالحياة. هول الأولاد بيعذبوكم أكتر لأنه عم بيروحوا على البيت خلص في سلطوية في تنمر معين، لأنه أوقات بسمعوك الكلمة هالقد. وتاني شيء نحن أهل ما بنغلط، هيك لازم يكون المربى. سحر نحن بنقدر نقفر الأهل، ياما أنا أهل بيجوا لعندي على العيادة بيعملوا حالهم هن كتير مثالية، بتلاقي التربية رائعة عندهم، يا الله طب كيف ابنهم عندهم هالمشكلة أو بنتهم عندها المشكلة؟ ولا ممكن ينعمل ترابي انديفيديوال للولد، أنا بطلب كمان ينعمل ترابي فاميليال، بيقعدوا بعطيهم أكتيفيتي مع الأهل، كل مابر من الفامي بيجوا، بيجي البي، بيجي الأم، بيجوا الأخوة، بيقعد أنا بقعد أبار على جنب، أنا هيدي متبعتها يعني مش قصة فاتحة حسابي، بس أنا هيدي حسب خبرتي اكتشفتها، بقعد على جنب وبعطيهم أكتيفيتي يعملوها وبأيد، أنا بقول لهم احكوا خليكم تصرفوا براحتكم، هي الخبرية مثلا بقول لكم بقول لهم معهم من 10 دقائق ل 14 مينوت وبتفرج بتفرج بترقب بترقب بأيد. من خلال هيدا الشيء بشوف أول شيء مثلا أنا عادة بعطي ورقة بيضاء وبعطي لكل حدا ريشة تلوين وبانتير، أوقات بعطي كيوبس حسب يعني، أوقات بعطي بازل كيف هن بدهم يركبوها مع بعضهم وبراقب. بتلاحظي مثلا إذا كان في انسجام بالعائلة، بتلاحظي تنقول الرسمة هيك كلها مع بعضها طالعة هيك في انسجام، مش غلط مرة ثانية بنحكي كمان جيب الرسمات ونفسر هيك بشكل أوضح، بتحس الرسمة كلها منسجمة. إذا كان في ديكالاج بتحس هيك مثلا مثل راسمين كل حدا أبار وما لها علاقة ببعضها، أو او مثلا مره ادوليسان خانق مع امه دغري عمل مثلا على الفاي انه قطشها كانه هي ابار هو ابار، ما بتخلي يكون في انسجام، او بالكيوبس بتحس في حدا مثل ما ذكرت اهل نرجسيه دومينا هن كانهم بدهم يسيطروا ويتحكموا بابنائهم، وحتى النرجسيه بيشتغلوا بطريقه انديركت مع ابنائهم قدامي انا، إيه يلا ارسم انت براحتك وانا بصلح، لا ما تصلحوا انتوا عنهم تركون براحتهم. فهيدا الشيء الثيرابي فاميلي أنا بقدر بعدين أقفر حديث الأهل من أول أنترتيان إجوا لعندي من الترابي فاميليال، ومنعطي على ذوق إرشاداتنا. وأكيد لما أهل يكون عندهم مشكلة معينة أكيد أنا بحول الأهل لناس مختصين للكبار يكملوا معهم علاج. قد إيه التوعية مهمة كريستينا؟ لأنه نحن دائما بنقول الطفل مثل السفنجي، شو ما عطيتيه بيلقط، عطيتيه سلبيات بياخذ سلبيات، عطيتيه الإيجابيات ربيتيه بطريقة إيجابية بده يطلع إيجابية، ربيتيه بطريقة سلبية. قد إيه نحن لازم بعمر معين نكون مركزين فعلا انه اكيد رح نعمل اخطاء، بس انه يكون هالاخطاء محصوره، مش كل الاغلاط اللي عنا وكل المصايب النفسيه ينكبون على الولد. مزبوط مزبوط. سحر في مثيرات خارجيه بالحياه، مشان هيك يمكن الولد يلقطها من الاهل، يمكن يلقطها انديركت تمام من الاهل، يمكن بشخصيه الام، بشخصيه البي، يمكن في قصص معينه بنظام تربوي عائلي متبع. فنحن كاهل مش غلط، بقول دائما مش غلط ابدا انه نحن الاستشاره قبل ما يجوا الاولاد لعنا، مش غلط انا كام او انا كبي اجي عند معالجين نفسيين وانا اشرح لهم المشكله معينه اللي هن عم بيعانوها. نعم. كريستينا حموش اختصاصيه في علم النفس والارشاد المدرسي، بدي اشكرك كثير على هذا الموضوع كريستينا يلي هو كثير مهم، وعن جد مثل ما قلتي لازم نبلش من هن وصغار لنربحهم من هن وكبار، واكيد بفضل جهود اللي مثلك واللي عندهم هيدي الثقافه اكيد بيوصلوا. اهلا وسهلا فيك كريستينا. ميرسي سحر. شكرا لك. اصدقائنا المشاهدين نحن بريك اعلاني وبترجع معي بتنضم لرفقتكم.